منير عجم مره تاني، مثل ما قلنا عندنا يمكن اكثر من فيديو بدنا نسجل. الفيديو سجلنا فيديو من شوي هو تكلمنا فيه عن change management وchanges وdifferent type of changes، بس خلينا نحكي عن موضوعين تانيين لهم علاقه بالchange بالتغيير، اللي هني ممكن احيان كمان تستخدم بطريقه يمكن غير واضحه، اللي هو شو الفرق مثلا بين change management والconfiguration management وديفيشن. اوكي، هلا الا نحن التغيير لما نحكي change management، كلمه التغيير بالعربي احيان بنقول انا تغيرت صار في عندي تغيير من الخطه. هون بدنا نوضح هل هو تغيير deviation اللي بيحدث بناء على انا عم بشتغل بيصير deviation من البلان، يعني صار انحراف من الخطه بسبب سوء العمل، بسبب الانتاج، بسبب الاسعار بالسوق، بغض النظر شو الاسباب، بس بيصير في عنا انا عندي خطه. هي مثلا انا عندي خطه اشري مي انينه مي بدولار، وقت رحت بدي اشتريها كلفتني دولار و5 سنت، يعني كلفتني 5% زياده. اوكي، هل هذا هو تغيير؟ هو صار تغيير، هذا صار انحراف من الخطه. يعني اذا مستعمل بروجكت مانجمنت والبي ام بي وبنبط، معناتها هذا عندي شيء اسمه ديفيشن from the plan. اما لما استخدم ال earn value management concept عندي variance from the plan. هذا ال variance ولا ال deviation حسب ما بتحبوا تسموها هو انحراف من الخطة ناتج من سوء العمل ولا من الانتاج ولا من الشغل ولا من طريقة الممارسات والبراكتس والشغل على المشروع. بينما كلمة change تستخدم عادة المقصود فيها في conscious decision تنغير بالخطة، يعني في حدا اخذ قرار عن سابق إصرار وتصميم مثل ما بيقولوا بناء لأسباب موجبة ولا أسباب غير منطقية، بغض النظر شو السبب، حدا اللي عنده صلاحية بالطبع اخذ قرار يغير بالخطة. يعني بدل ما نروح نشري ماء قررنا نشري جوس. اوكي، هذا تغيير، مش انه فرق بالانتاج، نحن اخذنا قرار نغير بالمنتج، نغير بالشيء اللي عم نشتغله. هذا هون بنسميه نحن، هون بكون عم نميز، يعني اول شيء عم نميز بين شيء اسمه deviation وشيء اسمه change. اما deviation اما variance وشيء اسمه change. هون بالترمينولوجي تبع ال PMI بعتقد واضح. هلا احد الاسئله اللي كان عم يطرح اليوم على الفيسبوك اللي ادى لسوء فهم يمكن، هو انه مثلا عملنا خطه لاداره مشروع، عملنا البروجكت مانجمنت بلان وعملنا لها بيس لاين وصار في عندي تغيير. على السؤال مطروح بطريقه شوي مبطنه، شو مين، هل هو هذا تغيير بيلزم اعاده الريبيس لاين ولا ممكن شيء يكون من ضمن الكونفيجريشن مانجمنت؟ هلا هون شو هي الكونفيجريشن مانجمنت؟ اوكي، الكونفيجريشن مانجمنت هي بترتبط لها علاقه عاده باي دوكيمنت، اي وثيقه على المشروع نحن نزلناها وطلع عليها ريفيجن، نعمل نحن الريفيجن كنترول نمبرز، بتصير في مثل الريفيجن كنترول انه هيدي الفيرجن 1، هيدي فيرجن 1.1 وفيرجن 1.2. هون اذا صار عندي تغيير، نحن اذا بناخذ اداره، نرجع للسؤال انه عندنا البروجكت مانجمنت بلان صار فيها تغيير، طب هالتغيير شو هو؟ هل هالتغيير له علاقه بالسكوب، بالكوست، بالسكجول، بشو؟ يعني مثلا خليني اعطي مثل، اذا عندي غيرت بفريق العمل، في عندي شاب استقال بدلته بشاب تاني، عندنا ستيك هولدر قررت ترقت اجا غيره كستيك هولدر، هذا عاده بيطلب منا نحن توثيقه بخطه المشروع. بدنا نرجع لخطه المشروع وبصير في عندنا نحن تغيير الاسماء، الفون نمبر، الايميل، هالامور هيدي، وبطبع بصير في عندنا فيرجن كنترول بناء على الكونفيجريشن مانجمنت، انه مثلا انا هلا الكوميونيكيشن، لانه من ضمن البروجكت مانجمنت بلان عندي الكوميونيكيشن بلان. الكوميونيكيشن بلان بتقول انا صار عندي تغيير، تنقول من بيرسون اكس تو بيرسون واي، من بيرسون زد تو بيرسون بي، هالامور هاي. طب هيدي هل هي تعتبر تشينج بتعريف البروجكت تشينج حسب ما ذكرنا بالفيديو الماضي؟ اما هذا شيء ممكن نغطيه بالكونفيجريشن مانجمنت، انه عاده بالفيرجن كنترول خلاص ما في لزوم نعمل، ما بدها موافقة مسبقة، يعني نحن بنجي بيكون عندنا next edition، يعني تنقول إذا صار في عندي تغيير بالcommunication plan اللي هي جزء من project management plan بعمل له update.
اوكي. طب هل هالابديت هو ريبيز لاين؟ هون بدنا نميز نحن مش كل تشينج بياثر على البيس لاين. نرجع على موضوع البيس لاين. بالفيديو السابق تكلمنا على ثلاث انواع من التشينجز، بروجكت تشينج وكونتراكت تشينج وعندنا اوبجكتيف تشينج. اذا ما في اوبجكتيف تشينج ما في تغيير للبيس لاين. مفترض البيس لاين ما نغيره الا اذا الاوبجكتيف تبع المشروع تغير. يعني هون بصير، وهذا معناتها لما بصير في اوبجكتيف تشينج معناتها نحن عندنا صلاحيه اما عندنا الحق كاداره فريق المشروع نرجع للاداره انه يا جماعه انتم غيرتوا اهداف المشروع علينا، هالتغيير هذا له تاثير سلبي ولا ايجابي؟ حيكلفنا 10% زياده، 5% زياده، 1% زياده، لو سمحتوا اعطونا اديشنال فند، لانه هذا تغيير بالاوبجكتيف انا كمدير مشروع مش من صلاحياتي ومش من مسؤوليتي نفذ هيك تغييرات بدون ما تعطوني ابديت للبادجت تبعيني، يعني مثل كانه في كونتراكت عندنا. طيب تنختصر لانه شوي الموضوع ضاع. عندنا كونفيجريشن مانجمنت، مثل ما قلنا الكونفيجريشن مانجمنت هي تركيزها اذا فور عندي فيرجن كنترول، اذا عملت ابديت للبروجكت مانجمنت بلان معناتها لازم اعمل يكون بطبع في فيرجن كنترول بيقول انه هذا البروجكت مانجمنت بلان فيرجن 1.3 فيرجن 1.7 فيرجن 3.1. بس مش كل فيرجن، كل تغيير من ضمن الخطه هو تغيير للبيس لاين. هذا بدنا نركز عليه، البيس لاين ما لازم يتغير الا حتى لو غيرت باداره البروجكت. يمكن البيس لاين اذا نحكي كسكجول اوكي بصير تغيير بسكجول، فاين فينا نغير بسكجول طالما الاوبجكتيف تبع المشروع ما تغير. اوكي نحن ما لازم، ما فينا نغير بالبيس لاين. هذه نقطه ضروريه نفهمها. هلا بصير تغيير بالبيس لاين احيانا للاسف بواقع العمل كثير، احيانا شركات مشروع متاخر لست ري بيس لاين، بدنا طلعنا اوفر بادجت لست ري بيس لاين. طبعا هيدا ممارسات موجوده مش حقول خاطئه، حسب كل شركه وكل منظمه عندها سياساتها وعندها اسلوبها وعندها طريقتها. طب بدنا نميز ميزنا بين التشينج وديفيشن وما فيرينس، وميزنا بين تغيير اللي هو ممكن يكون تغيير يحصل من ضمن الفيرجن كنترول والتغيير اللي بيتطلب لحد ما تغيير بالبيس لاين. هلا نحن بنقول اي تغيير بالمشروع بغض النظر اذا بياثر على البيس لاين ولا لا، بياثر على الاوبجكتيف ولا لا، لازم يكون في توثيق له. يعني حتى لو غيرت موظف انا من موظف لموظف تاني لازم اعمل توثيق انه صار في تغيير عندي من ضمن هون بيكون لانه الستافينج بلان تبعيني صار فيها تغيير، معناتها البروجكت مانجمنت بلان تبعي صار فيها تغيير. اوكي بس هالتغيير طالما ما بيأثر سلبا او ايجابا على اهداف المشروع طبيعي. شكرا والى اللقاء.